ايه اللي حصل في الحفله النهارده؟ اللي حصل ان الحفله النهارده كانت وحشه جدا، اسوأ حفله عملتها. ايه السبب بقى؟ اولا هي مش في حالتها الطبيعيه، مش بتغني كويس، عماله تقول في دخان. انا بغني في محطه اتوبيس، ايه ده؟ ايه اللي هي بتعمله ده؟ تهريج طبعا. طب ايه تهريج؟ خدوا من هنا الفلوس. انا سمعت اغنيتين، قطع تيكت ب1500، سمعت بيه اغنيتين، يرضي ربنا ما يرضيش ربنا. تفتكري ايه السبب اللي خلاها في المود ده؟ ما اعرفش. هو فجأة قالت تصبحوا على خير وراحت على المشكلة حاجة جمهور ولا قالت مع عمرو دياب؟ احنا مالنا مع مشكلتها مع عمرو دياب؟ ايش المشكلة في مشكلتها مع عمرو دياب؟ انا جاي جاي جاي. بصي انا دافع زيك على فكره. لا لا مش على دافع، لا 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 انا مش من هنا. انا مش من بره مصر. بصي انا جاي عشان حفلتها اهو، انا جاي عشان حفلتها. انا قبل انا هي بتقول لنا مشكوركم ان انتوا جيتوا جدعان عشان تقولي. هي شكرت الجمهور ان هي وقفت جنبها. منين بقى؟ جنبها في ايه؟ لا هي في حرب، هي في حرب اليومين دول. فالناس الجمهور اتقسم، في ناس حتى بتحبها. انت ناس جات لك مخصوص معنا كده ان ده جمهورك الحقيقي. احنا بنحبها وبنحبها. احنا بقالنا ثلاث ايام بنحبها. مش طب ما طلبتوش لما اشوف استلمت فلوس من مين؟ فين السبونسر؟ هرب. هما الاثنين متفقين مع بعض، والناس هي اللي شربت المقلب في الاخر. قالوا لكم ايه؟ احنا بنحب عمرو دياب، احنا بنحب عمرو دياب، كلنا بنحب عمرو دياب.